السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا استخاره لبرج الجوزاء لشهر نوفمبر، شهر الخير ان شاء الله باذن الله. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. برج الجوزاء، يلا انزل في الكومنتات واثبت وجودك بالصلاه على الحبيب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الكلمتين دول سهلين، بس انت مش قادر، ما مش متخيل قد ايه ممكن يغيروا لك حياتك في ثانية واحدة. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. برج الجوزاء يثبت وجوده ونشوف الصورة المطابقة على حياته بالكامل الفترة القادمة. بسم الله، ده برج الجوزاء باله طويل قوي. برج الجوزاء ده عنده أمور حلوة إن شاء الله، مش كده وبس، كمان ده برج الجوزاء حكايته معانا طويلة النهاردة، وشكلنا هنطول في الفيديو شوية، بس بإذن الله هيكون عندك التغيير اللي انت طالبه. بسم الله، ايه ده يا برج الجوزاء؟ يعني انا عارفة ان انت مطعون، وعارفة ان انت مغدور، وعارفة ان انت مظلوم، وزي ما تقول الصورة بجد انطبقت عليك. يعني الصورة بجد بجد انطبقت عليك بطريقة رهيبة. يعني اول حاجة انت عندك هنا كشف حقيقة. ايوه عندك كشف حقيقة، ومش كده وبس، كمان ده انت عندك اثبات وجود. هتثبت وجودك بنفسك، وهتتفوق على الاخرين، والظلم اللي انت شايفه في حياتك ده كله هيترمي ورا ظهرك. وعندك رحمة في حياتك، ومش كده وبس، كمان ده انتوا هنا عندك مولود جديد، علشان عندكم امور حلوة. فبرج الجوزاء عنده طفل جديد، ومش كده وبس، كمان ده انت هتعرف الناس الكذابين والمنافقين اللي بيكذبوا. بس انت حيران، انت حيران في بعض في بعض الامور، متضايق ومخنوق، مش لاقي شريك حياتك الصح. كل ما تدخل في علاقة بتطلع فاشلة وما تطلعش كويسة. عايز اقولك ان ربنا هنا هيكرمك باذن الله، وهيديك وهيوسع رزقك. انت دايما متكل على ربنا. في ناس كتيرة جدا اذوك، وفي ناس كتيرة جدا ظلموك، واذاهم كان اكتر من اذى فرعون. بس انت دايما بتقول يعني انت دايما بتردد ان انت بتقول ان انت بتخافش من حد. بالفعل انت ما عندكش خوف، بس انت عندك صداع مستمر، وشايل حمل كبير وهم، وفي ذنب عندك يا برج الجوزاء. في ناس عندك كلامها زي العسل، بس وشها مش كويس، غيرانين وحقودين. ده مش كده وبس، كمان ده انت عندك رسالة الايام اللي جاية. الرسالة دي ترفع من معنوياتك، في خير هيجيلك. انت ايام من حياتك، الايام اللي فاتت كنت عايش في عذاب، وكنت بتفعل الخير وما لقيتش الرد منهم، بالعكس رد عليك الشر. في ناس هنا مش حبالك الخير، ولا حابة ان انت تكون مرتاح، بالعكس هما بيتكلموا عليك ويأذوك، ومش حابلك اي حاجة. فانت علشان حكيم دايما في تصرفاتك وحكيم في حياتك، هيبقى عندك مساعدة لبعض الاشخاص، وهتذكر النعمة اللي ربنا هيكرمك بيها باذن الله. شايف هنا كمان انت هنا عندك توقيع ورق، عندك حد توفى، الحد ده انت زعلان عليه. ومش كده وبس، انت كمان في كلام سمعته، الكلام ده زعلك وقلب نفسيتك، بس ربنا بيبشرك بالخير. انت دايما طموحاتك عالية جدا، دايما بتحلم احلامك كتير، ومستني خير، والخير هيجيلك. بس انت هنا كانت في عتمة على عيونك عن حقيقة ما كنتش عارفها. ربنا عمره ما هيخذلك. في حد عندك مسجون، او حد مريض، او حد مهموم، او حد انت شايل حمله.
المسجون هيكون عنده خروج بإذن الله، علشان شايفة لك فرحة. عندك شيء هيجي لك الأيام اللي جاية، الشيء ده هيغير من نفسيتك وهيكرمك. شايفة كمان إن عندك أشخاص صادقين، بس خلي بالك من ناس تعابين عندك، أهي تعابين، في ناس تعابين عندك ومش حبالك الخير. انت دايما بتبص للآخرين بطيبة قلب، ما بتعرفش الخبث ولا اللؤم. وخلي بالك يا برج الجوزاء، انت عندك سحر بيتجدلك، لازم تخرج السحر ده من بيتك. عندك خروج سحر، انت عندك سحر في بيتك، والسحر ده مسيطر على حياتك، وعلشان كده السحر ده عامل بيتك كله نمل، كله بعض التوتر والحيرة، ودايما بتلاقي عراقيل كتير. في ناس بتحاول تتجسس عليك وبتحاول تتكلم عليك، فخلي بالك واحذر. عايز اقول لك كمان ان ربنا هينعل السحارين المخادعين المنافقين اللي في حياتك، اللي بيحاولوا يلعبوا على كل الاطراف. بص هنا هيكون عندك انطلاقة جديدة وعندك تغيير، وهتكتشف المسحرين، والسحارين دول من المقربين لقلبك، من المقربين لقلبك. عندك هنا استقرار عاطفي، في حد انت بتعزه واكتشفت حقيقته وزعلت، في حد عندك غلبان. انت طيب جدا يا برج الجوزاء، ودايما بتتعامل بنية صافية. هتسجد لربنا الايام اللي جاية، علشان خاطر ربنا هيكشف لك الحقيقة بتاعت كل الاشخاص المنافقين والخدعين، وهتآمن بربنا وهتقول بس اخيرا الحمد لله، كل اللي اذاك وظلمك وعمل لك اسحور وتوتر وحيرة، بإذن الله ربنا هياخد لك حقك. انت قطعت علاقتك هنا مع بعض الأشخاص اللي في حياتك، علشان خاطر صابك منهم حزن وهم، في شخصين في حياتك عاملين لك دايما حيرة. انت دايما طمعان في ربنا، دايما طمعان في ربنا انه هيكرمك، وبالفعل في أسرار عندك هتكتشف، فخلي بالك. في شخص عندك دايما بيتعدى حدوده ودايما بيأذيك، ما تدخلش اي حد في حياتك. انت عيونك وجعاك، جسمك وجعك، المفاصل عندك وجعاك. في ناس كمان عندك هنا مش كويسة، انت كنز في حياة اي حد. فتاة الجوزاء خلي بالك من اشخاص مش عارفين ربنا، اشخاص بس منافقين وكذابين، احذري منهم وخلي بالك، علشان الاشخاص دول منافقين ومش حابين الخير ابدا. عندك هنا كشف حقيقة اشخاص حواليك بيدبروا لك مكيدة، وما تقلقش ربنا هيكون معاك. دايما بتحلم باحلام مزعجة. البحر عندك يا برج الجوزاء ده خير، خير انت هتحصده. في فراق عندك بينك وما بين الاشخاص الايام اللي جاية، هيكون في لم شم. انت هنا عرفت كل المنافقين، والحيرة دي اللي انت فيها هيبقى عندك ايمان بالله اقوى، ربنا هو العزيز الرحيم. في مال هيجيلك الايام اللي جايه، في مال هيجيلك الايام اللي جايه. انت دعيت ربنا وربنا استجاب، وخلي بالك من اشخاص حواليك، صورتك كلها تحذيرات. في تغيير جذري واختلافات امور عندك في حياتك، ده مش كده وبس، كمان ده انت تطلع من اللي انت فيه. في ناس هنا بص مش سايباك في حالك، ناس مش سايباك في حالك. انت دايما هتبقى يعني امورك كلها هيبقى فيها تحسن، وهيبقى عندك تغيير بإذن الله، ده مش كده وبس كمان، وهتعرف اخطاء كل الاشخاص اللي حواليك المنافقين الكذابين، اللي هم دايما بيعملوا الاعمال بالصالحات
وهم مش كويسين، فانت احذر وخلي بالك. اكتم وداري على حياتك، اكتم وداري على حياتك، خلي لسانك كتوم. عندك ورث هيجيلك، وعندك نعمة هتعوم على حياتك، عندك حد متوفي عندك. بلاش الحزن وبلاش الحيرة، المال قادم لحياتك بإذن الله. المال ده انت هتعمل بيه حاجات كتيرة جدا، وهيغير من نفسيتك، وربنا هينصرك على الأعداء، وهتكتشف حقيقة الخاينين. العمل السحر بيتجدد لك، فخلي بالك. الخصام اللي بينك وما بين الأشخاص هيحصل صلح. في حد حكيم في حياتك. انسى أي حاجة فيها أذى ليك. عندك صديق هيدعمك وهيحبك. الفترة اللي جاية دي هتعرف حاجات كتيرة جدا في حياتك، وهتعرف أشخاص أكتر، وفي كدبة في حياتك انت هتكتشفها، وهتعرف كمان الاتفاق اللي هما بيعملوه لك. الاختلاف اللي بينك وما بين حد ده، عايزاك تخلي بالك من المواجهة اللي في حياتك، اللي فيها مواجهة بينك وما بين الأشخاص اللي في حياتك، يعني خلي بالك. هنا هتقف على أرض صلبة، وهتحاسب كل اللي أذاك، وهتبقى زي الشمعة اللي ممكن تحرق أي حد ممكن يدخل في حياتك. في شخص عندك مش هو مش مجرم، بس هو دايما منافق وكذاب ودايما بيكذب. عندك تعرف على حد جديد، وفي باب هيتفتح قدامك بينك وما بين حد. كل الحاجات الخير اللي فيها رزق في حياتك هترجع لك الأيام اللي جاية. في كمان هنا مواضيع هيتوجب عليك تاخد فيها قرارات حكيمة، تاخد فيها قرارات حاسمة. في بينك وما بين الأهل مشاكل وتوتر وحيرة، دايما بتستعيد بربنا ودايما متكل على الله. انت هنا عندك فلوس راحت منك، خلال الأيام اللي جاية مصالحك هتبدأ تتحسن وهتبدأ تغير. في ناس هنا بتعملك سحر مرشوش، فخلي بالك. الناس دي ما بتتقيش ربنا، دايما استخير ربنا في اي حاجة في حياتك. انت دايما خايف على كل الاشخاص اللي في حياتك، خايف على كل الاشخاص اللي هي مش كويسة، خايف من عذاب اليم في حياتك. هنا عندك شفاء مرض، بينك وما بين الاهل مشاكل وتوتر وحيرة. في حد من أهلك كذب عليك وخانك وعمل لك بعض التوتر. صحتك هنا فيها تحسن، بس انت ليه بتعمل مجهود زيادة عن اللزوم؟ ما تخلي بالك من صحتك كويس. الصحة ما بتتعوضش يا برج الجوزاء. بسم الله، يعني ما شاء الله عليك يا برج الجوزاء بجد. انت هنا عندك نحلة في حياتك هتعوم عليك بالخير والرزق. خلي بالك من الوجع الدماغ اللي بيجيلك من غير اي حاجة. في شخص عندك انت هتقوله انت من السحارين، انت من المكذبين. عندك 3 ايام فيهم بشرة سارة، البشرة دي هتكون خير. عايزاك تخلي بالك، ولا تشرب من حد ولا تاكل حاجة من حد. احذر من كل الاشخاص اللي حواليكم. الايام اللي جاية هيكون عندك زيارة عند الدكتور، هتزور الدكتور، لإما مع حد لإما انت اللي هتكشف وهتزور الدكتور. العذاب حواليك،
وعلشان انت دايما ماشي صح خلي بالك من نفسك. بص الكذبة اللي في حياتك تاني ظهرت لك، راجل الجوزاء انت في كذبة في حياتك وخلي بالك. عندك هنا طرف تالت بيتدخل في حياتك، انت دايما بتشكر رب، دايما بتشكر ربنا على النعمة اللي في حياتكم، بس بلاش التسرع وبلاش القرارات اللي فيها عصبية. خلوا بالكم من نفسكم كويس جدا، الخير اللي انتوا زرعتوه هتحصدوه. المشاكل اللي بينكم وبين الزوج هيبقى فيه صلح وهتعودوا لحياتكم بالكامل. انت عندك هنا اكتشافات حاجات كتيرة جدا، وربنا هينجيك من عذاب أليم، وهيبقى عندك بينك وما بين الأهل أمور مختلفة. في حد عجوز عندك في السن، حد كبير في السن، هو اللي دمر حياتك، هو اللي دمر حياة الآخرين، دايما ظالم وبيعمل أعمال مش كويسة. وزي ما قلت لك انت طلعت من حياتك كل الفاسدين المنافقين. دايما مؤمن بربنا، في اصحاب عندك حواليك كذابين، خلي بالك. حياة برج الجوزاء كل الاشخاص اللي بيدخل حياتها كذب في كذب. عندك هنا خير وعندك رسالة وعندك بشرة كمان، الحاجات اللي انت خسرتها هيكون عندك فيها تحسن. المستقبل خير، بلاش تخاف من المستقبل، بلاش تخاف من المستقبل، المستقبل كله هيكون خير ليك. انت هنا بتتقي ربنا في اعمال مع بعض الاشخاص، بتتقي ربنا دايما، ما بتحاول تتعامل بمصداقية اكتر، بس هم كذابين وعندهم ايام ضلمة في حياتهم، وربنا هينزل عليك الخير. في حد عندك بيسرق، حد بيسرق وحد قلبه مكسور. في حد عندك هنا حاسس ان في حاجات ناقصاه، فخلي بالك. الدعاء ده ربنا هيكرمك بيه في حياتك الايام اللي جايه، انت دايما بتدعي ربنا بالخير. في هنا عندك اشخاص حلوين، بس ما شاء الله يا برج الجوزاء رزقك قادم منك ربنا، يعني محدش هياخد رزقك منه. بلاش الاستعجال وبلاش الحيرة، انت عندك هنا ايام ربنا وعدك بيها فيها خير، فانا مش عايزاك تقلق علشان الخير قادم لحياتك والفرحة هتعوم على حياتك. السكينة اللي ذبحتك، يعني انت قلبك مجروح من سبب سكينة من المقربين، المقربين هم اللي اذوك وكسروا نفسيتك. عندك هنا عزة نفس عالية، وزي ما قلت لك هتغير المكان اللي انت فيه وهتذكر نعمة ربنا وهتكتشف كل حقيقة الشياطين اللي في حياتك. لا يا برج الجوزاء، ده انت عندك اثبات وجود في حياتك بالكامل، انت دايما بتدعي ربنا، بتدعي ربنا بس، وعليك نذر حاول توفي بيه، النذر اللي عليك حاول توفي بيه. بص كشف الحقيقات اللي انت هتكتشفها، انت هتحاول تقفل على نفسك مليون باب، وهتحاول ان انت ما تتكلمش مع حد وما تختلطش بحد علشان هم ظلموك وكسروا نفسيتك. شايفة كمان هنا عندك يعني شكر للربنا، علشان ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك، وهيبقى عندك امور حلوة جدا بإذن الله يا برج الجوزاء، وهتعرف المنافقين والمخادعين، انت هتعرف كل الاشخاص، وهتعمل دايما اعمال صالحة وهتذكر ربنا، وهيبقى عندك تغييرات حلوة في حياتك وهيبقى عندك تحسن. بس خلي بالك من النمل اللي في بيتك، ده بيدل على الحسد وعلى بعض قلة الرزق، ده حسد، والحسد ده طبعا مشكلة كبيرة. عندك تغيير جذري في حياتك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انا عايز اقولك ان انت الايام اللي جاية هتثبت وجودك بنفسك وهتغير من نفسيتك،
برج الجوزاء قراءتك اصلا بتدل ان انت حياتك هتتحسن وحياتك هتتقلب بإذن الله في الخير وفي الرزق، وهتكتشف كل الناس المنافقة والمخادعة، والخير هيعوم على حياتك، وما تنساش النحلة اللي هتنور طريقك. تحياتي ليك.